Avant de commencer cette communication, nous allons demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du noble Coran qui sera exécuté de main de maître par un autre jeune prodige de notre pays, c'est Abdulaziz Diallo. Je voudrais avant de commencer demander la permission du Cheikh Ali Arima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العلي. ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. التكبير ثم التكبير.